فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأشد ما يكون علينا في هذا الوقت هذه الآونة هذه الأيام بالذات مخذلة من ينتسب إلى الدعوة السلفية الذي لا يريد الكلام في الناس. من أخطأ ينظر إلى خطأه، إن كان مجرد خطأ عابر هذا ينصح فيما بينك وبينه، لكن البلاء بمن يزعم أنه سلفي وهو يهدم قواعد المنهج السلفي ويقال لك لا تتكلم، ويثيرون في هذا الباب الشبه، هذا أخونا طيب، ثانيا هذا له قدم سابقة في السلفية طيب، هذا تفريق للسلفيين، هذه شبهة الآن تطرح تلقى وهي باطلة داحضة. أخوك أخي نعم إن كان خطأه عابرا صح ينصح فيه ويمشي، أما إذا كان يدعو إلى نقض المنهج السلفي وهدم قواعده حتى إنه كفى أهل البدع الأصليين في محاربة السلفيين، هذا يجب أن يقام عليه وأن يبين أمره وأن يهتكس ستره للناس حتى لا يغتروا به. فإن سلفنا الصالح قد قالوا عن السني الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع مجرد المجالسة، فكيف إذا وجد من يزعم أنه سني سلفي وهو يدافع عن الهوى أو يقعد القواعد للدفاع عنهم؟ هذا والله منهم، وإن رغمت أنف من لم يرضى بذلك، لا نبتغي من أحد جزاء ولا شكورا، ولسنا بخائفين من أحد، ما نريد شيئا من الدنيا ولا شيئا من الجاه ولا شيئا من المناصب، ولكن النصيحة واجبة يأخذها من كتب الله له النجاة، ومن أراد به غير ذلك فهذا أمره إلى الله. إذا كان البيان على هذا النحو فأبشروا بالنصر، هذا له قدم سابقة في السلفية طيب، له قدم سابقة في الإسلام وارتد، نبقى نحتج له بقدم سابقة؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا ناس، هذا كلام باطل، كلام من فقد الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، هذا نص جلي على أن الإنسان لا يؤمن له على شيء حتى يفارق هذه الدنيا، ولهذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول مقالته وأثره المعروف من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تؤمن على الحي الفتنة. أحمد وهو في النزع يقول لا لا لا، ابنه يلقنه الشهادة ويقول لا لا لا، الله أكبر، لا ما يريد الشهادة، لا ما هو هذا، أفاق من إغماءته فقال يا أبا ما لي أقول وتقول لا لا لا، قال إنه عرض لي الشيطان أو جاءني الشيطان وهو يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأنا أقول له لا لا بحث يعني حتى أموت في لحظة النزع، والشيطان حريص على الإنسان أن يضل. وعلى مثل من؟ هذا الإمام الحر الجليل رضي الله عنه. فالأعمال بالخواتيم، الإنسان يكون سلفيا وبعد قليل يرجع خلفي، ويكون مسلم بعد ذلك يرتد، يقال بس له سابقة في السلفية؟ هذه شبهة من أدحض الشبه وأبطل الشبه، لكن للأسف انطلق على بعض الناس من قل علمه وضعف فهمه ينطلع عليه هذا رضي الله عنه، كما هو عند أحمد بإسناد حسن يقول لا أقول في أحد شيئا حتى أنظر بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى أنظر ماذا يكتب لك. فقيل له: ما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانه. إذا بلغت القدر القمة في غليان الماء فيها، كيف يكون سرعة التقلب؟ في الثانية كم؟ هكذا قلب ابن آدم، فالعبد قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف شاء. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فإذا كان انقلب قلب هذا وزار، يبقى على دعوة له سابقة في السلفية، هذا من أفضل الباطل، لا يقوله إلا من سفه نفسه. وأما من نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيدور مع الأدلة جودا وعدما، ويقوم الناس بما هم عليه، هذا هو الواجب. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من أحب أخاه ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه في الله لم يكن محبا له في الله. أنا أول مرة أحببته لله، طال به الوقت أو قصر تغير. إذا كنت قبل أحببته لله، يجب الآن أن أبغضه إيش؟ لله. أما إذا لم أبغضه الآن لله على الحدث الذي أحدثه، فأنا ما أحببته لله أبدا، وإنما عشق أصبح وهوى، نسأل الله العافية والسلام. إذا أحببت بالله تبغض بالله. اليوم قد يكون الرجل عندك حبيبا لك، وغدا يكون بغيضا. ومصداق ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي الحسن: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فعسى أن يسلم الكافر ويصلح فيصبح حبيب، يرتد المسلم ويكفر فيصبح عدوا. وهكذا السلف ربما انقلب مع هذه التقلبات، تبقى على قضية له قدم سابقة في السلفية. إيش هذا الكلام الفارغ؟ هذا سبب، هذا سبب. ومن الشبه عودوا على إخوانهم، هذا من الشبه الآن نسمع، عودوا على إخوانهم ما سلم منهم أحد. لا، هذا يدل على صدق هذا الفاعل.